عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من بيجوتري فاتين. كيف كان وعدكم ديما غنجيب لكم جديد ديال لي زارتيكل ديالنا ديال بيجوتري فاتين. مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم واحد لونسومبل اللي غزال غزال بزاف، وشي حاجه اللي عند بيجوتري فاتين دابا جديده في ستوك، كاينه في ستوك. مرحبا والف مرحبا بكم. جبت لكم لونسومبل اللي فيه لي كولور غزالين غزالين بزاف، وفيه حجرات بيان سيرتيي. غادي نشوفوا دابا عن قرب باش يبان لنا لارتيكل مزيان. كنتمنى يبان لكم فيه لا باغ لا شين بوندونتيف ولي بوكل كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نشوفوا عن قرب باش يبان لنا مزيان. بالنسبه لا باغ على هذا الشكل هذا كتجي هكا شي حاجه خفيفه ديال ديما، شي حاجه خفيفه هنا فيها حجيره في الخضر هكا، وفيها حجيرات هنايا بيان سيغتي في البيض. كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. بالنسبه لي بوكل ديالو على هذا الشكل هذا نفس الديزاين، حتى هو فيه هنايا حجره خضراء هكا واضحه. وبالنسبه للسداده هكا ديال العمود كتحل هكا على هذا الشكل هذا، كندفعوها هكا وكنسدوها على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. وبالنسبه لاشين بوندونتيف حتى هي على هذا الشكل هذا ديال نيلو، رقيقه ولكن صح العمل. كنتمنى تكون واضحه لكم هكا الشكل ديالها. ممكن تاخدي لاشين بوحدها، ممكن تاخدي لاباك بوحده، وكيف ممكن تاخدي لونسومبل كامل بوحده، يعني ما كاين حتى مشكل. بالنسبه لاشين بوندونتيف كتجي على هذا الشكل هذا، شي حاجه انيقه هكا، والسلسله واخا رقيقه ولكن راها الصح والعمل يعني صحيحه. كنتمنى لي زارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. كاين هاد الكولور هادي اللي شفنا دابا في الخضر هكا، الفيغ هكا كتكون كيكون زويون. وعندنا يعني هاد اللون حتى هو كيجي حتى هو هاد لونسومبل حتى هو خطير جدا. هاد اللون اللي بغاتو عندنا دير سكرين وتقول لي اللون اللي عجبها اين هو. انا كنوريكم لونسومبل غير بشويه باش تشوفوه مزيان. حتى هو فيه لاشين بوندونتيف ولي بوكل. كيف عندنا هاد اللون هذا البيض كيجي حتى هو على هاد الشكل هذا، بوندونتيف ديالو لي بوكل بوندونتيف ديالو على هاد الشكل هذا. وعندنا الموف حتى هو كيجي على هاد الشكل هذا، اللون ديالو غزال. وعندنا الغوز هذا بوردو، هذا الغوز فرونسي كيجي هكا على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نشوفو كيفاش غيجي ملبوس لونسومبل. وبالصحة والراحة. وهكا كيفاش كيجي في اللبسه. انا اخترت لكم هذا الغوز فرونسي كيجي شاعل، شي حاجه عاطيه للعين. بالنسبه للاباك كتجي في اللبسه على هذا الشكل هذا، هذا هو القد ديالها باش تبان لكم مزيان. ولاشين بوندونتيف حتى هي كتجي هكا. على فكره البنات كاينه هاد لاشين بوندونتيف اللي فيها 39 سنتيمتر كتجي اللي عنقها ضعيف، وكاينه الا بغيتي ديال 40 سنتيمتر اللي عنقها شويه عامر كتزاد غير 50 درهم. وبالنسبه للابوكل حتى هي كتجي هكا. كنتمنى لي زارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالك. وبالصحة والراحة.